يحتل المركز الأول ويسيطر على البداية، بينما المركز الثاني سلهود لمطر بن محمد بن علي المنصوري من يحتل المركز الثاني في هذه اللحظة، يلعب الكريم القريني المنصوري، بينما المركز الثالث هنا يتواجد سمحون محمد بن علي بن حمد المنصوري، خذ المركز الثالث والمركز الرابع. ننتقل إلى حشيم خليفة بن علي بن راشد النعيمي من يحتل المركز الرابع ويسيطر على هذا الموقع، بينما المركز الخامس يصل حشيم الآخر لمحمد بن سعيد أبو سعيد الخيارين من يحتل المركز الخامس والمركز السادس. فالانتقال التالي على المركز السادس، مظفر بن غرام بن موسى البلوشي يحتل المركز السادس ويقدم لنا في هذا المستوى هذا التحدي. المركز السابع، المركز السابع يصل من خلال مرموق أحد الأسماء الذي تحمل علامة الجودة والانطلاق والتحدي، سلطان بن محمد بن مرخان من يحتل المركز الأول. سلطان بن مطر بن مرخان هو الآن من يسير ويحتل المركز السادس في مستوى هذا الشوط. المركز السابع، المركز السابع وصل كفو جار الله بن محمد بن حمد الرزق العجمي، هو الآن من يسير مشاهدين الكرام ليقدم كفو في هذه اللحظة وهو يحتل المركز السابع. المركز الثامن شاهين علي بن محمد بن راشد الاجتبي، والمركز التاسع، المركز التاسع من الجانب الآخر هناك في هذه اللحظة يسير وينطلق في المركز التاسع الحذر لسعيد بن عتيج بن راشد الرميثي يحتل المركز التاسع، بينما المركز العاشر هملول سالم بن عيد بن عبيد المهيري. هكذا هي النتيجة أيها الحفل الكريم للمراكز الأولى المتقدمة حتى هذه اللحظات، وهي 10 أسماء تسير وتبحث وتنطلق وتقدم المزيد من التحديات والمزيد من النتائج المرضية للأخوة الملاك والمضمرين. عودة إلى البداية، ولا يزال المركز الأول خاطفا الصدارة الأولى. هنا السلالة الشاهينية اللي انطلقت على أول الانطلاقات وأول المراكز بحثا على الانتصارات الدائمة لهذه السلالة العريقة. عبد الله بن خليفة بن سالمين العرياني هو الآن المحتل المركز الأول والمسيطر السيطرة الواضحة والسيطرة القوية حتى هذه اللحظات، بينما المركز الثاني ياتي بالقريني المنصوري يحتل المركز الثاني. مطر بن محمد بالقريني المنصوري يقدم لنا سلهود في هذه المشاركة وهذه التحديات. ننتقل إلى شعار النعيمي وخليفة بن علي بن راشد النعيمي، يقدم حشيم في هذه اللحظة ويسير إلى ثالث المراكز والمركز الرابع. وصل مرموق يحتل المركز الرابع لسلطان بن مطر ومرخان، ياتي مشاهدين الأعزاء بشعار صعب المضمرين ويتسلل إلى المركز الرابع وإلى المركز الثالث، بينما في هذه اللحظة نسير إلى المركز الخامس. وصل فيه سمحون محمد بن علي بن حمد المنصوري، وصل وخذ المركز الخامس. المركز السادس الآن ننتقل إلى حشيم محمد بن سعيد أبو سعيد الخيارين يحتل المركز الخامس في هذه اللحظة والمركز السادس من الجانب الآخر. ياتي مشاهدين الأعزاء الحذر لسعيد بن عتيج الرميثي، قد المركز السادس. المركز السابع سلطان أو جار الله بن محمد الرزق العجمي يحتل المركز السابع، بينما المركز الثامن مظفر بن غلام البلوشي يقدم صيحان في هذه اللحظات وهذه الانطلاقة ما شاء الله يراعي صوغة. المركز التاسع، المركز التاسع وصل مشاهدينا الأعزاء في هذه الانطلاقة، وشباب متعب بن عبد الله بن راشد المري يحتل المركز التاسع، بينما المركز العاشر، ها هو المركز العاشر المختبر عبد العزيز بن راشد بن سعيد الاجتبي ياتي يحتل المركز العاشر في هذه الانطلاقه. هكذا هي النتيجه مشاهدينا الاعزاء. اعود
إلى بداية الشوط الحفل الكريم. والمركز الأول ما شاء الله سلهود لا يزال المسيطر، سلهود لا يزال المسيطر على ناموس الشوط. مطر بن محمد بن علي بن قريني المنصوري هو الآن حتى اللحظة سيد الموقف في هذا الشوط، سيد الموقف وبدا في الانطلاق والتحدي حتى هذه اللحظات. المركز الثاني حشيم خليفة بن علي بن راشد النعيمي يحتل المركز الثاني، يحتل المركز الثاني، بينما مرموق 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 في المركز الثالث سلطان من مطر من مرخان من يحتل المركز الثالث. مشاهدينا الاعزاء خاطفا الناموس وخاطفا التحدي في هذه اللحظه في المركز الثالث، بينما المركز الرابع هناك سمحون محمد بن علي المنصوري في المركز الخامس او المركز الرابع، بينما المركز الخامس تسلل الحذر سعيد بن راشد الرميثي يحتل المركز الخامس. والمركز السادس وصلنا الان حشيم محمد بن سعيد البو سعيد الخيارين المختبر من الجانب الآخر. هناك يتواجد أيها الحفل الكريم لعبد العزيز بن راشد الاجتبي، ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى البداية حيث الكيلو الأخير، حيث الكيلو الأخير ومرموق يتسلل إلى الموقعة الأولى. محمد بن سلطان بن مرخان تقدم في هذه اللحظة والصدارة الشوط ومقدمة الشوط، يا سلام يأتي على صدارة الشوط. لكن المركز الثاني هنا حشيم يتواجد في منافسة قوية، ويأتي حشيم لخليفة بن علي بن راشد النعيمي النعيمي على الهجوم على المراكز الأولى باحثين عن الانتصار. الأخوة الملاك والمضمرين في أيام هذا المهرجان الكبير، هذه الانطلاقات التراثية العريقة على أرضية ميدان المرموم، هذا الميدان الذكي. المركز الثالث، نسير إلى المركز الثالث، اسم جديد قادم الصغان عبد الهادي بن حمد المري يحتل المركز الثالث، ولكن المختبر رابعا عبد العزيز بن راشد النعيمي. يلا يا الاختبار روح روح، ولكن أشوف وأرى صغان سالم بن نايع بشاوي الأغفلي بيته يتسلل إلى المركز الثالث. أعود إلى البداية الأربعمائة متر الأخيرة والنعيمي مصر على الفوز، النعيمي مع حشيم، ولكن مرموق 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 في اللحظات الأخيرة. نشوف سلطان بن مطر بن مرخان يتجاوز يتجاوز، والنقطة الثانية بعد بداية يحملها لنا مرموق لهالي مرغم، لهالي مرغم. مشاهدينا الأعزاء سلوب سلام يا مرغم، سلام مرغم، سلام سلام يا صعب المضمرين على الانطلاقات والتحدي. وهنا مرموق سلطان بن مطر بن مرخان يستفتح بداية الزمول بالناموسي والانطلاق والتصدر. المركز الثاني حشيم خليفة بن علي بن راشد النعيمي، المركز الثالث صوغان سالم بن نايع بشاوي الأغفلي، المركز الرابع وصل شباب متعب بن عبد الله بن راشد المري، بينما حشيم محمد بن سعيد البو سعيد الخيارين هو الآن من يخطف خامس المراكز في مستوى هذا الشوط. ها هي الخماسية الأولى أيها الحفل الكريم، لكننا نعود بالتوقيت الزمني للحظة وصول مرموق إلى خط النهاية، وهو يحمل السلامات لأهلي مرغم للمرة الثانية في صباح هذا اليوم. سلطان بن مطر بن مرخان 9:51 ثمانية أجزاء من الثانية، تهانينا على هذا الناموس والانتصار حيث الفوز وحيث قدم مرموق هذا المستوى الكبير. مركزنا الثاني مشاهدينا الأعزاء ياتينا حشيم خليفة بن علي بن راشد النعيمي، ويتقدم ب9:52 وتسعة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الانتصار النعيمي وعلى هذا الفوز المستحق والأداء المميز الذي قدم حشيم في هذه اللحظات. المركز الثالث وصلنا بالنايع مشاهدينا الكرام ليحتل المركز الثالث 9:54 وخمسة من الأجزاء من الثواني، تهانينا والناموس لسالم بن نايع بشاوي الغفلي على فوز صغان بالمركز الثالث، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسلام. ند الشبا وبداية ومرموق هي عناوين هذا اليوم بهذا الانطلاق القوي
والتحدي المثير مشاهدينا الاعزاء من خلال انطلاقات ايضا اشواط الذلل وايضا اشواط الزمول ضمن هذا الانطلاق الكبير في مهرجان المرموم التراثي لعام 2015 للميلاد. رابع اشواط هذا اليوم واول اشواط الزمول المهجنات الاصايل بنوك المستقبل تنطلق هنا.